أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات استمرار التظاهرات رغم فرض حظر للتجوال في البصرة. ونقرأ في المدى لم يسددوا مبالغ الدعاية وفواتير المطاعم، ديون بملايين الدولارات تطارد مرشحي الأنبار وهواتفهم مغلقة. نطالع في كتابات محتجون يحرقون مقار الأحزاب السياسية والقائم مقامية ومنزل القائم مقام بميسان العراقية. وفي الجزيرة نت ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق والعبادي يمنع الرصاص. ونطالع في العربي الجديد، جنوب العراق ساحة حرب والحكومة تعزل المنطقة والضحايا يتضاعفون. نقرأ في القدس العربي، السلطة تقطع الإنترنت والعبادي يحذر من إرجاع البلد إلى الوراء وحرق مقار لحزب الدعوة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، مقتل متظاهرين في جنوب العراق خلال اشتباكات مع ميليشيات موالية لإيران. أهلا بكم. تحت عنوان إسقاط رمزية عملية العراق السياسية، كتب وليد الزبيدي في الوطن العمانية، رغم قناعتنا أن ما يسمى بالعملية السياسية في العراق قد ولدت في العام 2003 خاوية جوفاء، وتأكيدنا طيلة السنوات الأجاف على أن خطورتها تزداد يوما بعد آخر، وهذا ما أثبتته الأيام، خاصة أننا في مخرجات هذه الكارثة ولم نعد في بدايتها. إلا أن جميع المعطيات على هذا الصعيد تؤكد إسقاط الرمزية الكالحة للعملية السياسية في هذا البلد، ولم يعد لها أي وجود لولا التسلط الأمني وما تريدها أمريكا ودول أخرى لخدمة مصالحها على حساب حاضر ومستقبل أبناء العراق. إذا بدأنا من المظاهرات الواسعة التي اجتاحت العديد من المدن العراقية انطلاقاً من البصرة في أقصى جنوب العراق، مروراً بالعمارة والنصرية والديوانية والنجف وكربلاء وبابل، وصولاً إلى بغداد، سنجد أن الصورة في غاية الوضوح، إذ يستشيط العراقيون في كل بقعة من البلاد غضباً على الطبقة السياسية المتحكمة والمتسلطة. فعلى صعيد الشعارات والهتافات وقبل ذلك الممارسات، أخرج العراقيون ما بدواخلهم من حقد وغضب تراكم على مدى عقد ونصف العقد. هذه السنوات المرعبة في حياة العراقيين التي حصلت خلالها أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم الحكومية بحق الشعب العراقي في جميع مدنه وقصباته وبدون استثناء. فهناك السجون السرية التي يتم فيها تغييب العراقيين والعراقيات دون أن يعرف أهلهم وذووهم سبيلاً لمعرفة مصيرهم، وتتسرب الكثير من قصص التعذيب الوحشي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية الحكومية بحق الأبرياء. وفي ثنايا الصورة تبرز سرقات الأحزاب الحاكمة التي لم يشهد العالم لها مثيلاً على الإطلاق. وفي الوقت الذي تضخمت جيوب وبنوك الطبقة السياسية، لم يحصل العراقيون على أي شيء، لا أمن ولا تعليم ولا طرق ولا صحة. وفي حال أردنا البحث في جوانب وزوايا المشهد العراقي، فإن القائمة ستطول جداً ولن تتوقف من حجم الخراب والتخريب الذي يعيشه العراق من جراء تسلط الطبقة السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي. هذه الطبقة التي احتمت بما أطلقوا عليه دستور 2005 الذي ينطوي على مختلف أنواع المعاول والقنابل الموقوتة، وإذا ظهرت بعض من جوانب أخطار هذا الدستور فإن استمراره ووجود أدواته من الأحزاب وما يسمى بالسياسيين سيصل بالبلاد إلى الهوية والشعب إلى الكوارث. الحلول الترقيعية لم تعد نافعة، هكذا عنونت الكاتبة أفراح شوقي مقالتها في موقع كتابات، وتقول فيها
بعد أن عمدت السلطة الحاكمة في العراق على حجب خدمة الإنترنت منذ يومين على كتابة هذا المقال، ولا تزال في خرق واضح وخطير لحرية التعبير. بعد أن لمست ذات السلطة الحاكمة جزع الناس من أي حلول ترقيعية لا تحمل سوى الوعود نفسها طوال أكثر من 14 عاماً من عمر التغيير، وبعد أن أعطت أوامرها بقمع أصوات المحتجين بالرصاص الحي ورشاشات المياه لأجل تفرقتهم وإيقاف ثورتهم، أقول بعد كل ما فعلت فإنها لن تسلم من سماع صوت ثورة المواطن من جديد، ولن تسلم حصونها الخضراء من شرارة النقمة، إذ انطلقت وربما كان الصوت أعلى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى. لا يمكن للعراقي أن يسكت على ضيم وحيف أصابه بعد سنوات طويلة من الحرمان من أبسط الحقوق، ولو أرادت الحكومة السيطرة فعلاً على غضبة الجماهير وإسكات ثورتهم فعليها بمواجهة أخطائها ومحاسبة الفاسدين وإحالتهم للقضاء، خاصة كبار المسؤولين في الدولة والمنتفعين والسارقين لقوت الشعب، وإلغاء كل مقرات الأحزاب الإسلامية الحاكمة بعد أن تغولت واكتسبت على حساب المواطن الفقير. على السيد حيدر العبادي أن يعرف أن حجب الإنترنت لن يضيق الخناق على المحتجين بقدر ما هو إجراء ترقيعي سيكون وصمة سيئة في تاريخ حكمه الذي لم يشهد فيه الشعب سوى الوعود بالتغيير وإلقاء اللوم والتعنيف على فئة يسميها دائماً في خطاباته بالبعض. أفرح شوقي تضيف: وصف الأصوات المحتجة اليوم بأنها مندسة أو تتبع أجندات خارجية أو بعثية أو عصابات جريمة منظمة أو تخريبية أو أنها مجرد فقاعة، أكبر خطيئة تمارسها السلطات الحاكمة تضاف لسلسلة أخطائها وتقصيرها. فتظاهرات العراق وليدة أعوام من التخبط السياسي والأمني والاقتصادي وأعوام من الاستهتار بكرامة وحياة الناس الآمنين، وهي بمثابة فتيل أزمة آخر لا يزيد الحراك الاحتجاجي إلا مزيدا من النقمة والرفض. لماذا يستكثر البعض على العراقيين أن يكونوا ثواراً حينما يحسون أن استهتار السلطة وصل إلى حد لا يتحملونه؟ لماذا إذا تظاهر العراقي تم اتهامه بأنه إما داعشي أو بعثي أو أن حزباً ما حركه لحاجة في نفس يعقوب؟ الكاتب محمد السيد محسن يصف المظاهرات بالشعبية والعفوية، ومن المستحيل استمرار الصمت الجماهيري على التقصير الحكومي، وذلك في مقال بصحيفة العرب اللندنية. لكن ارتباط أحداث التظاهر لهذا العام مع عدم تمكن الكتل السياسية من إنجاز اتفاق للقبول بنتائج الانتخابات والتحالف لتشكيل الحكومة هو الذي يذهب بخيال البعض للتقليل من شأن المواطن العراقي والتركيز على تبعيته لمحركي الدمى من الأحزاب. على الأقل هذا ما يمكن أن يصل من الرسالة التي يحلل مضمونها البعض بشكل خاطئ. السؤال: لماذا يستكثر البعض على العراقيين أن يكونوا ثواراً حينما يحسون أن استهتار السلطة وصل إلى حد لا يتحملونه؟ لماذا إذا تظاهر العراقي يتم اتهامه بأنه إما داعشياً وإما بعثياً أو أن حزباً ما حركه لحاجة في نفس يعقوب؟ أليس من حق هؤلاء العراقيين الذين لم يستطيعوا أن يشربوا ماء صالحاً للشرب أن يأخذوا زمام المبادرة في قرار التظاهر والاحتجاج؟ أليس من حق هؤلاء العراقيين الذين يرون ثروتهم النفطية تتبدد تحت أقدامهم وهم يعانون الفقر والفاقة أن يوصلوا صوتهم إلى السراق عبر التظاهر والاحتجاج؟ لا تستكثر على العراقيين أنهم من الممكن أن يكونوا ثواراً حقيقيين. نعم إن الثورات تبدأ بشكل عفوي ولكن يتم انتهازها من قبل آخرين، لكن الأصل في الثورة هو الاحتجاج. القضية واضحة الملامح ولا يمكن أن يتم تحريف أهدافها. شعب يطالب بالماء والكهرباء وتوفير وظائف خارج إطار التوصيات والمحاصصات الحزبية، وما استهداف مقرات الأحزاب سوى استفتاء شعبي على السياسيين برمتهم أن يراجعوا مضمون رسالتهم، هذا إن كانوا يعرفون تحليل المضمون.
جنوب العراق ساحة حرب والحكومة تعزل المنطقة والضحايا يتضاعفون. هكذا جاء عنوان لتقرير نشر في صحيفة العرب الجديد كتبه عثمان المختار، حيث يقول: نجحت الحكومة العراقية في عزل مدن جنوب العراق المنتفض على الفقر والبطالة والفساد والأحزاب الدينية من خلال قطع شبكة الإنترنت والاتصالات الهاتفية واتباع طريقة إغلاق المدن والدفع بما لا يقل عن 50,000 عنصر أمن من الجيش والشرطة وقوات فض الشغب وثلاثة ألوية أخرى من قوات الرد السريع، وهو ما لم يحل دون اتساع إضافي للتظاهرات وتضاعف أعداد الضحايا. أناطت الحكومة حماية المنشآت النفطية وطرق ناقلات النفط والقوافل التجارية المتجهة أو الآتية من موانئ البصرة على الخليج العربي بقوات جهاز مكافحة الإرهاب، واتخذت الإجراءات ذاتها في بغداد. تم قطع شبكة الإنترنت وإيقاف الهواتف في عدد من المناطق الحساسة والمهمة بالعاصمة. ونشرت الحكومة كذلك قوات إضافية استخدمتها من محافظة صلاح الدين المجاورة خوفاً من نجاح حراك للتيار المدني العراقي الذي يعمل هذه المرة بمعزل عن الجناح الرئيس للحزب الشيوعي العراقي الحليف الجديد للصدريين في العراق، وذلك لتنسيق تظاهرات في بغداد تأييداً لمطالب أهل الجنوب. وشهد اليوم الثامن من الاحتجاجات في جنوب العراق تطوراً نوعياً على مستوى الشارع وارتفاع أعداد المحتجين، وكذلك على مستوى رد فعل الحكومة العراقية والإجراءات التي اتخذتها، إذ قطعت جميع أشكال الاتصال عن مدن القادسية وبابل والبصرة وذيقار والمثنى وميسان وواسط وكربلاء والنجف، وألحقت بغداد وديالى بها بعد ساعة قليلة، بينما خلت جميع مدن العراق من خدمة الإنترنت. ويضيف تقرير الصحيفة: وارتفع عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 7، بينهم فتى في 17 من عمره، فضلا عن إصابة أكثر من 150 متظاهرا توزعوا على النحو الآتي: 76 في البصرة، و32 في ذيقار، و38 في النجف، وآخرون في ميسان وبابل وكربلاء والمجر وبلدات أخرى جنوب العراق. وتصدرت مدن الزبير وشط العرب في البصرة قائمة أكثر المدن من حيث عدد الضحايا بسبب فتح قوات الأمن النار على المتظاهرين ودهس آخرين بسيارات تابعة لقوات فض الشغب. كرر محللون كثيرون تعبير ثورة الجياع لتوصيف حركة الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة الجارية حالياً في العراق، وهو توصيف لا يقدم تفسيراً لسبب جوع سكان أحد البلدان الأكثر غناً بالثورة النفطية في العالم، كما لو أن هذا الجوع كارثة طبيعية مقدرة على العراقيين الذين يحكمهم قدر مأساوي. مدينة حقول النفط الجائعة التي ابتدأت فيها التظاهرات إلى الموصل في الشمال التي هدمتها الطائرات المغيرة على رؤوس ساكنيها، بحسب افتتاحية لصحيفة القدس العربية. المفارقة الكبرى التي تقدمها انتفاضة العراقيين الأخيرة هي اعتبارهم مقر الأحزاب السياسية الدينية الشيعية كالفضيلة والحكمة والدعوة رموزاً للمتسببين بأحوال الجوع والعطالة ونقص الخدمات التي يرزحون تحتها، باعتبارها مراكز الفساد المهول الذي يعم العراق ومنابع الصراع على السلطة والمحاصصة. وهذا استفتاء واضح على رفض النظام السياسي القائم. الأغرب من ذلك أن عناصر هذه الأحزاب التي تحولت إلى ميليشيات مسلحة وصارت مهامها تتركز على جمع النفوذ والسلطة والمال لا تجد حرجاً في إطلاق النار على المتظاهرين الذين تدعي تمثيلهم في البرلمان والنطق باسمهم في الحكومة، فهي محصنة حين تنتهب مصالح العراقيين وتفقرهم وتصادر مستقبلهم، وهي أيضاً قادرة على سلب حياتهم لو حاولوا الاحتجاج عليها في احتياز عجيب لسلطة القوة التي هي خاصية الدول وأجهزتها الأمنية وليست مسؤولية الأحزاب السياسية. وبذلك ترتكب هذه الأحزاب الجرائم السياسية والأمنية دون أن تخشى عقاباً، لأن النظام السياسي الفاسد يؤمن لها الحماية
بل إن هذا النظام وبدل أن يحاسب قطاع الطرق والفاسدين والمجرمين فإنه يرفع من شأنهم ويسلمهم الوزارات والمناصب. لقد استنفذ النظام السياسي العراقي الذي نشأ بعد احتلال أمريكا للعراق عام 2003 استنفذ كل صلاحياته، كما استنفذ كل مبرراته أيضاً التي خلقها، من منع عودة حزب البعث إلى محاربة الإرهاب. لقد تحولت دعوة استحداث البعث إلى عملية الانتقام كبرى طائفية لحواضر ومناطق الأنبار السنية، وحين بدأت هذه المناطق ثورتها السلمية واعتصاماتها بالتناظر مع الثورات العربية. وتضيف الصحيفة، أو بالأحرى الصحفية هبة تموز، هي بالأحرى عفوا تضيف الصحيفة أن هبة تموز هي إعلان للحرب السياسية المجرمة بأن ترحل. الفوز بكأس هلسنكي أصعب من الفوز بكأس المونديال. هنا لا تكفي البراعة في المناورة ولا التمريرات السريعة، ثمة ثقل يلقي بظله على طاولة القمة. ثقل هو ثقل آلاتك العسكرية وقوة اقتصادك وتقدمك التكنولوجي، بحسب الكاتب غسان شربل في الشرق الأوسط، حيث كتب عن لقاء ترامب وبوتين مضيفا: وواضح أن بوتين يعتبر مجرد انعقاد القمة كسبا له بعد الضربات التي وجهها في القرن وأوكرانيا وسوريا، فضلا عن الضربات الغامضة على الأرض البريطانية. لا مبالغة في القول إن هيلينسكي تستضيف اليوم موعداً بين قويين. غير فلاديمير بوتين موقع روسيا الخارج من الركام السوفيتي، غير أيضاً صورتها، وقاد عملية ثأر واسعة من القوى التي يتهمها بالسعي إلى إذلالها وتطويقها. في محاولته العزف على الروح العميقة، سعى إلى إيقاظ عظمة روسيا التي تصدعت في عهد ميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين. برنامجه هو روسيا أولاً. وعلى الضفة الأخرى، يتحرك دونالد ترامب لاستعادة عظمة أمريكا رافعاً شعار أمريكا أولاً. رجلان يختلفان كثيراً، فقد شربا من ينابيع متناقضة. لا مبرر للمبالغة والاعتقاد أن موعد اليوم سيرسم مصير الخرائط وشعوبها. لسنا في عالم المعسكرين الأمريكي والسوفيتي. لا يكفي أن يتفق الرجلان ليسود الصمت وينصاع الجميع. ثمة رجل قوي غائب، إنه الرئيس الصيني الذي يأخذ على محمل الجد قرارات ترامب وبوادر الحرب التجارية. وريث ماو هو المنافس الحقيقي لأمريكا في المرحلة المقبلة، لأن مرابطة روسيا على الأرض السورية لا تلغي أن بوتين لم يحقق قفزة في عصرنة اقتصاد بلاده. في هلسنكي ستظهر نتائج ورقة بوتين في لعبها منذ تدخله العسكري في سوريا، ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن ترامب قد يسمع من بوتين أن الضعاف التدريجي للنفوذ الإيراني في سوريا يمر بالضرورة عبر إعادة تأهيل نظام الأسد وتوسيع سلطته على حساب الميليشيات. بعيداً عن السياسة، ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد أن سكاناً محليين في إقليم بابو الغربية، وهو أحد الأقاليم الواقعة أقصى شرق إندونيسيا، ذبحوا 292 تمساحاً في مزرعة للتماسيح بعد أن تعرض أحد السكان المحليين لعضة تمساح بإحدى المزارع هناك والتي أودت بحياته.
وقال موقع detect.com الإخباري الإلكتروني إن الرجل كان يبحث عن عشب لمشيته بالقرب من أحد أحواض التماسيح بالمزرعة في منطقة سورونج بالإقليم عندما تعرض لهجوم من أحد التماسيح الجمعة، وبعد أن تم دفنه توجه المئات من السكان المحليين الغاضبين إلى المزرعة لذبح التماسيح. يذكر أن التماسيح هي حيوانات محمية في إندونيسيا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.